نشرة والحصاد من قناة الجزيرة الدولية، وهذه العناوين. مفوضية الانتخابات الليبية تستبعد سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة وتقبل ترشح خليفة حفتر وعقيل صالح وعبد الحميد الدبيبة. الكيان الإسرائيلي والمغرب أول مذكرة تفاهم عسكرية مع دولة عربية. وفي إثيوبيا القتال يحتدم في جبهتي أمهر وعفر وأديس أبابا، تطرد دبلوماسيين إيرلنديين. بايدن وكبار مستهلكي النفط يوسعون حربهم، وأوبك بلس تتحدى وتدرس إلغاء زيادة في إنتاجها ديسمبر المقبل. نازا تطلق مركبة فضائية للاصطدام بكويكب بهدف اختبار القدرة على إنقاذ الأرض من الأجسام الخطيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة وقبول أكثر من 70 مترشحا من بينهم خليفة حفتر وعقيل صالح وعبد الحميد الدبيبة. من جانب آخر، شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يانكوفيتش خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا على أن ليبيا لا تزال في مرحلة هشة بالنظر إلى المخاطر الكثيرة المسجلة. تتسارع الأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية في ليبيا، ويتضاعف معها الغموض حول مستقبل استحقاق 24 ديسمبر. ففي الوقت الذي تشد الأنظار نحو ما يمكن أن تخلفه استقالة المبعوث الأممي يانكوفيتش من آثار على خارطة الطريق المرسومة، تتجه مفوضية الانتخابات نحو استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي وفق تسريبات على أن المترشح قد صدر بحقه حكم نهائي، وهو ما يتعارض مع قانون الانتخابات، فيما كانت معلومات من داخل مجلس الأمن قد أشارت إلى أن جدل ترشح سيف الإسلام تصدر جلسة النقاش فيه، لا سيما مع ما قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من إحاطة حول وضعه القانوني. وإذا كانت دعوة واشنطن إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين تسليم سيف الإسلام القذافي بمثابة رصاصة رحمة عليه، لا تبرز بالمقابل معطيات حول مصير ملف خليفة حفتر الذي يواجه وضعاً قانونياً لا يختلف عن نجل القذافي، وهو الوضع الذي دفع بالمدعي العام العسكري الليبي إلى المطالبة بوقف إجراءات ترشح كليهما إلى حين مثولهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم. وتزداد المخاوف بشأن مستقبل العملية الانتخابية في ليبيا مع تلويح المجلس الأعلى للدولة باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يصفه بشرعنة المهزلة، في إشارة إلى رفضه الاستحقاق دون قوانين توافقية بحسبه. وأمام هذه المعطيات يعول المجتمع الدولي على ثقل مرجعيات ومسارات دعم الاستقرار في ليبيا على أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب الليبي بعيداً عن أي عرقلة يمكن أن تطال الانتقال السياسي. وينضم إلينا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الليبي وليد رتيما، أهلاً بكم. أهلاً بك أستاذي، أهلاً أحييك وأحيي كل مشاهدين قناتكم الكريم. مرحباً. إذن هل قرار المفوضية العليا للانتخابات قبل أكثر من 70 مترشحاً واستبعاد سيف الإسلام هو قرار مبدئي إجرائي فقط؟ نعم بالضبط، هي هكذا العملية. اليوم القائمة النهائية التي قبلتها المفوضية تم استبعاد منها من لا تنطبق عليهم الشروط من الناحية الإجرائية أكثر منها من الناحية القانونية، فكل من تم رفضهم اليوم تم رفضهم بناء على المادة رقم 10 والمادة رقم 11 بالقانون، والمادة رقم 10 تتحدث عن السوابق الجنائية، وهنا أو هذه المادة هي التي شملت سيف القذافي باعتباره
تفني القطاف يواجه حكمين باسطين في ليبيا بالإضافة إلى مطالبة الجنائية الدولية به. فبالتالي هو خضع إلى المادة رقم 10 في بندها السابعة. أما بالنسبة للباقي الذي تم استبعادهم وفقا للمادة رقم 11 والتي تنص على جمع 5000 تزكية أو 5000 مزكي من المواطنين الليبيين، وهؤلاء لم يتحصلوا على 5000 تزكية. إذن من الناحية الفنية الإجرائية الاستبعاد ذو طابع إجرائي إداري أكثر منه طابع قانوني. والآن القائمة التي اعتمدتها المفوضية في هذه المرحلة سوف تتحول إلى وتواجه فيها بعض الأسماء الطعون، وهنا أتوقع الأسماء التي ستواجه الطعون هم حفتر وعقيلة وكذلك. نعم، إذن نبقى دائما إجرائيا سيد وليد. ما هي الخطوة المقبلة؟ نعم، ما هي الخطوة المقبلة إجرائيا دائما؟ الآن الخطوة المقبلة إجرائيا هي دور أصحاب المصلحة وهم المتنافسين والمترشحين، ومن يرى في نفسه أو من يرى لديه مصلحة في الطعن في أحد المترشحين الحاليين. وأنا أعتقد هم أكثر ثلاث شخصيات سيواجهوا الطعون في المرحلة القادمة، هما حفتر وعقيلة وعبد الحميد الزبيبة، باعتبار أن حفتر لديه جنسية أخرى وأيضا متهم في بعض القضايا الجنائية وإن كان الحكم عليه ليس باتا. أيضا بالنسبة لعقيلة وعبد الحميد الزبيبة باعتبارهم مارسوا مهامهم في مدة أقل من 3 شهور من موعد الانتخابات، واللي هي نصت عليها المادة 12. نعم، وعلى ضوء هذه المادة 12 ثانية عشر سيدي، ماذا عن قبول ملف عبد الحميد الدبيبة رغم الجدل الأخير بخصوص هذه المادة؟ هل كانت هناك تفاهمات في الكواليس؟ لا، أنا أستبعد وجود أي تفاهمات أو وجود، لأن المفوضية هي عملها فني إجرائي. بس ما سمعناه من الكواليس بأن السيد عبد الحميد الدبيبة قدم ورقة بأنه استقال من عمله واستند على قرار مجلس النواب بسحب الثقة عنه. فبالتالي من الناحية الإجرائية رأت المفوضية بأن ملفه مشروع في الشروط، وتركت الفصل في دفوع الدبيبة إلى لجنة الطعون وأصحاب المصلحة في الطعن في ملف عبد الحميد الدبيبة. نعم، أنا في تقديري سوف يواجه عبد الحميد الدبيبة جملة من الطعون باعتباره منافس مهم، وكذلك حفتر وعقيلة هم أكثر من ستوجه فيهم طعون في الأيام القادمة. إذن كيف تفسرون ربما في من جهة أخرى حديث المبعوث الأممي المستقيل يانكوبيتش على أن ليبيا لا تزال في مرحلة هشة ضمن طريقها نحو الانتخابات بالنظر إلى المخاطر الكثيرة المسجلة، وأيضا هذه الاستقالة المفاجئة كيف ترونها؟ بداية بالاستقالة، أنا حقيقة من يتتبع التفاصيل الشأن الليبي لا يعتبرها مفاجأة. كوبيتش في أكثر من مرة أعلن أو أعرب عن أو أفصح عن نيته الاستقالة. هو أصلا يرى في نفسه جاء بعد ضغوطات وغير راضي يصل لتسلم الملف الليبي بداية، ثم لعلها معلومة جديدة أن السيد كوبيتش أصاب بكوفيد 19 وهو مازال يعاني من بعض الأمراض أو البوست كوفيد، ويعاني عند مشاكل بعض المشاكل الصحية زد عليها ضغوطات الملف الليبي والتشدبات الدولية وعلى رأس التشدبات الروسية الأمريكية هنا. نعم. وهذا يقودني للإجابة على الشق الثاني من سؤالك، وهو كواليس مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأن يبدو بأن ترشح سيف منذ البداية هو ترشح سياسي وكأنه ورقة ألقت بها روسيا لتضع رأيها أو تضع كلمتها في المسار الانتخابي الليبي بعد مؤتمر باريس الأخير. فبالتالي الوضع فعلا معقد، الوضع فعلا متداخل، الوضع أيضا فعلا هش، ولكن الانتخابات مطلوب منها تعزز حالة الاستقرار الهش من صحة التحديد. أنا في تقديري عدم إجراء الانتخابات في ليبيا أخطر من تأجيلها، يعني بمعنى يجب أن تجرى الانتخابات لإنجاز خارطة الطريق. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الليبي وليد رتيمة كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك. إلى خبر آخر، وقع وزيرا دفاعي المغرب والكيان الإسرائيلي مذكرة تفاهم أمنية تؤسس لتعاون عسكري بين الجانبين، وهي أول مذكرة من نوعها تجمع الكيان بدولة عربية.
هكذا نزل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس المعروف بجزار غزة بالرباط. بهذا تكون المملكة المغربية أول بلد يزوره وزير دفاع للكيان من بين الدول التي ركبت قطار التطبيع ضمن اتفاقات أبراهام. في الرباط جرى اجتماع مغلق بين الجانبين أعقبه التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون العسكري الاستراتيجي الأمني والاستخباراتي وتضع الأسس لصفقات أسلحة مستقبلية بين الطرفين. مذكرة التفاهم هذه هي الأولى التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية، وبهذا يكون المغرب السباق إلى الارتماء في الحضن العسكري الصهيوني علنا بعد سنوات من العناق السري. وجدير بالذكر أن عدة تقارير تحدثت عن تأسيس الكيان قاعدة عسكرية شمال المملكة مع منشآت للتنصت والجوسسة، فضلا عن برنامج تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية بالمغرب وغيرها من مجالات التعاون العسكري والأمني. الهوس المغربي بالارتماء في حضن الصهيونية بالتطبيع الشامل يطرح سؤالا في ذهن المتابع البسيط عن الفصام في شخصية المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وملكها يترأس مثلا لجنة القدس التي تأسست لحماية المدينة من التهويد وطمس هويتها الإسلامية. أبلغت إثيوبيا 4 دبلوماسيين إيرلنديين يعملون في سفارة بلادهم بأديس أبابا بوجوب مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية مواقف إيرلندا من الصراع الدائري في إثيوبيا، في حين تتواصل المعارك بين الجيش الإثيوبي بقيادة أبي أحمد ومتمرد جبهة تحرير تيغراي. أبي أحمد ينقل رئاسة الوزراء لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي سيتولى إدارة الحكومة بعد توجهه لقيادة جيشه في جبهات القتال ضد متمردي جبهة تحرير تيغراي وحلفائه من الفصائل الأخرى التي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا، خاصة أمام التقارير التي تشير إلى تقدمها أكثر نحو أديس أبابا عبر استراتيجية الاستحواذ على الطرق الرئيسية باتجاه جيبوتي وعزل أبي أحمد عن المنافذ الحيوية لدول الجوار. تحالف قوى تيغراي نشر بالموازاة فيديو قال فيه إنه أسر 11,000 جندي من الجيش الحكومي في مشهد يوحي بالترويج لسيطرته على الأرض ومحاولة إبطال ما يعتبره دعاية أديس أبابا في تحكمها بالأوضاع. المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان عبر عن قلقه من فشل مساعي دفع جميع أطراف الصراع إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب التصعيد العسكري، مشيرا أن اعتقاد كل طرف أنه على وشك تحقيق نصر ميداني زاد من التعقيد، فيما استمرت الدول في دعوة رعاياها بالمسارعة في مغادرة البلد على غرار إيطاليا، تركيا، فرنسا وأمريكا التي وضعت 3 سفن حربية جاهزة في حال ما احتاجت السفارة الأمريكية أي مساعدة. وتحتدم المعارك حاليا بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي والمتحالفين معها في مدن لا تبعد إلا 218 كيلومترا شمال العاصمة الإثيوبية، في الوقت الذي تفرض القوات الحكومية حصارا على الإقليم وحديث عن معاناة 400,000 نسمة من المجاعة داخله. توجت المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين تركيا والإمارات، اتفاقيات اقتصادية ترمي لحلحلة العلاقات السياسية والدبلوماسية بعد سنوات من الأزمة بين البلدين. ما تحمله الزيارة من دلالات وما تم توقيعه من اتفاقيات يصب في خانة واحدة عنوانها المصلحة وفقط. أنقرة وأبو ظبي في طريق تقارب بعد أن حدث تباعد لعدة سنوات لم يتأثر فيها الجانب الاقتصادي كثيرا، لكن سياسيا حدث خلاف واضح، خلاف مسبباته عديدة وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم قد يكون لها دور في الوصول إلى هذا المستوى العالي من إعادة ترتيب أولويات البلدين، خصوصا مع تغير استراتيجي في رؤية واشنطن للعالم وما حدث بالمنطقة العربية ومحيطها من تطورات. المسار الجديد للعلاقات كما عبرت عنه الدولتان يبدي تجاوزا وتجاوبا للجانب السياسي، ليطغى الجانب الاقتصادي على لقاء أردوغان بمحمد بن زايد
حيث جلس على طاولة توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية وغيرها ودفع الاستثمار إلى حدوده القصوى. أكبر المتفائلين لم يكن يضع سيناريو عودة العلاقات بين تركيا والإمارات إلى حالتها قبل القطيعة، لكن تصنع المصالح وتغير التوازنات ما لا تصنعه الدبلوماسية والوساطات الدولية. فهل هذا المسار الجديد من التقارب ينهي شبح الصراع على قيادة المنطقة؟ عكست أسعار النفط أهداف تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لخفضها، مسجلة ارتفاعا قياسيا لتصل لأعلى مستوى لها في أسبوع في نهاية جلسة الثلاثاء. توجه فاقم من أزمة أسعار البنزين الأمريكية المرتفعة بتحولها إلى كابوس يؤرق إدارة الرئيس بايدن ويخلط أوراقه تحسبا للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس. بالتجاهل والارتفاع واجهت أسواق النفط خطوة منسقة لكبار المستهلكين بالإفراج عن كمية ضخمة من احتياطاتها الاستراتيجية، لتسجل العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي أعلى مستوى لها منذ أسبوعين، ملامسة عتبة 83 دولارا للبرميل، لينجح في كسب نحو 3 دولارات في جلسة تداول واحدة بنسبة ناهزت 4% عن تداولات جلسة الاثنين. وعلى ذلك النحو ارتفعت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي إلى نحو 79 دولارا للبرميل بزيادة دولارين بنسبة زيادة تجاوزت 2.6% بالمقارنة مع جلسة الإغلاق السابقة. تتجاهل أسواق النفط لخطوة بايدن في مواجهة تحالف أوبك بلس في وقت يتفاعل معها الرأي العام الأمريكي وينقلب السحر على الساحر، فتحركات بايدن لخفض أسعار النفط بدأت تثير ردود فعل سلبية بشأن قدرة تسيير قاطن البيت الأبيض لأسوأ أزمة وقود تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية منذ نصف قرن. ومن هنا يطل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتقدا سياسة خليفته في قيادة أكبر اقتصاد في العالم. قبل عام واحد كنا مستقلين في مجال الطاقة، والبنزين يباع مقابل 7 دولارات في أجزاء من كاليفورنيا وينتشر في جميع أنحاء البلاد، بينما يأخذون النفط من احتياطاتنا الاستراتيجية. هل بهذه الطريقة تدار الدولة؟ ارتفاع في أسعار الذهب الأسود فيما يبدو معركة خاسرة لبايدن ضمن حرب طويلة بين المستهلكين والمنتجين، فإعلان البيت الأبيض عن نيته في اتخاذ خطوة أخرى لخفض أسعار الخام تجعل من سحب جزء من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية سوى جولة أولى في مواجهة كسر العظام مع تحالف أوبك بلس التي سارع بعض أعضائها للإعلان عن تمسكهم بسياسة الإنتاج الحالية دون تغيير قبل الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر القادم. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية لتعليق العمل بالزيادة التدريجية المرتقبة في إنتاج تحالف أوبك بلس شهر ديسمبر الداخل. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المشاورات بين أكبر منتجي الخام في العالم من شأنها أن تدفع بالكارتل النفطي لإلغاء زيادة يومية بمقدار 400,000 برميل في خطوة لمواجهة إجراءات منسقة لكبار المستهلكين للنفط في العالم. هذا وأعلنت الصين عن اللجوء لاستخدام مخزونها النفطي في مسعى لخفض أسعار الخام دون تحديد الكميات وأجل الإفراج عن جزء من احتياطاتها الاستراتيجية. ولمزيد من التفاصيل معنا خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلام، أهلا بكم دكتور. إذن كيف نفسر ارتفاع سعر النفط رغم الخطة الأمريكية اللجوء للمخزون الاستراتيجي واستجابة بعض الدول لذلك؟ إنزال كميات من النفط من المخزون الاستراتيجي الأمريكي قد جربت سابقا وقد فشلت فشلا ذريعا، حتى لو أنزلت الولايات المتحدة 100 مليون برميل من النفط من مخزونها الاستراتيجي إضافة إلى سحب كميات من جانب الدول الرئيسية المستهلكة للنفط لن يؤدي
لن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط. أقصى ما يمكن أن تنخفض هذه الأسعار بنسبة دولار إلى دولارين، ولكن الأسعار ستعود إلى الارتفاع من جديد وتتعدى المستوى الذي كانت عليه قبل إنزال هناك الكميات. دكتور ممدوح، هناك مشاورات روسية سعودية لتعليق العمل بالزيادة التدريجية المرتقبة لإنتاج تحالف أوبك بلس، هل تراه دكتور ممدوح ردا من أوبك بلس على خطة بايدن، وهل هي اليوم حرب بين أوبك بلس وواشنطن؟ في الواقع أوبك بلس هي أهم لاعب في سوق النفط العالمي، وكما تعلم لها هدفان رئيسيان: الأول الدفاع عن مصالح أعضائها، والثاني هو استقرار سوق النفط العالمي وموازنة العرض مع الطلب حتى تبقى الأسعار في متناول المستهلكين ومقبولة للاقتصاد العالمي. نعم. الآن إذا وجد أوبك رفضت في السابق أي طلبات من الرئيس بايدن لرفع إنتاجها فوق الكمية التي أقرتها سابقا وهو 400,000 برميل في اليوم شهريا حتى نهاية العام المقبل، ولكن إذا وجدت أوبك أن الأسعار بدأت تنخفض بشكل كبير فأن ردها على ذلك سيكون في اجتماعها في 2 كانون أول من هذا العام. نعم. وهو تجميد العمل. نعم. بزيادة الإنتاج. دكتور ممدوح، هل هناك شق سياسي لهذه الحرب اليوم؟ إجراء خفض إضافي على إنتاجها. أعيد السؤال دكتور ممدوح، هل هناك شق سياسي لهذه الحرب اليوم؟ هي تبدو كحرب بين منظمة أوبك بلس والولايات المتحدة الرئيس بايدن، لكن الرئيس بايدن هو الذي جلب الوضع إلى ما يشبه الخلاف مع منظمة أوبك بلس. هو يريد أن يخفض أسعار الجازولين في الولايات المتحدة، ولكن أسعار الجازولين ليست ناجمة في الولايات المتحدة ليست ناجمة عن خفض أو خفض في إمدادات النفط في العالم، بل ناتجة عن ارتفاع في مستوى التضخم المالي في الولايات المتحدة. الرئيس بايدن يريد أن يقول للشعب الأمريكي أو يظهر بمظهر المدافع عنهم ويقول أنه أنا اتخذت هذا القرار بسحب كميات من سوق من المخزون الاستراتيجي للدفاع عن مصالحكم، ولكن مصالح الولايات المتحدة تتضارب مع مصالح منظمة أوبك. منظمة أوبك تحتاج إلى سعر $80 للبرميل واحد حتى يتمكن أعضاؤها باستثناء روسيا من موازنة ميزانياتهم. من الجانب الآخر بايدن يريد تخفيض أسعار الجازولين داخل الولايات المتحدة. نعم. إذن العلاقة ستكون بعيدة بينهما، وطبعا هناك فوارق بارزة وتشبه ما يمكن القول أنه الولايات المتحدة وبعض حلفائها مقابل منظمة أوبك بلس. شكرا جزيلا. نعم. دكتور ممدوح. إذن خبير النفط العالمية دكتور محمود ممدوح سلامة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات إلى قادة أزيد من 100 دولة للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية. القمة التي تجاهلت كافة الدول العربية باستثناء العراق قالت عنها موسكو إنها محاولة أمريكية لإنشاء خطوط تقسيم جديدة، فيما أعربت بكين عن معارضتها الشديدة للدعوة التي وجهها بايدن إلى تايوان. هي واحدة من المشاريع التي رفع من أجلها طويلاً الرئيس الأمريكي جو بايدن أيام حملته الانتخابية
قبل أن تفرج الخارجية الأمريكية اليوم عن قائمة ب110 دول مدعوة للمشاركة في قمة بايدن حول الديمقراطية يومي 9 و10 ديسمبر الداخل، قمة وإن كان تغييب الصين عنها أمرا متوقعا نظرا لما تمر به العلاقات بين بكين وواشنطن من توتر متصاعد، إلا أن ما لم يكن متوقعا هو توجيه الدعوة لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. الصين تعارض بشدة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية السلطات التايوانية للمشاركة فيما يسمى قمة من أجل الديمقراطية. تايوان ليس لها مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصين. مغيب آخر من القمة لم يختلف موقفه كثيراً عن موقف الصين، روسيا قالت على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن قمة بايدن ليست إلا محاولة أمريكية جديدة لتصنيف الدول وفق المنظور الأمريكي. الولايات المتحدة تفضل في الوقت الراهن أن تنشئ خطوط تقسيم جديدة وتقسم البلدان إلى جيدة من وجهة نظرهم وسيئة في نظرهم أيضا، وهي تحاول خصخصة كلمة الديمقراطية، أي أن الديمقراطية من وجهة نظرهم هي فقط ما يتوافق مع فهم واشنطن. الحلفاء التقليديون لواشنطن في الشرق الأوسط تجاهلتهم أيضا قمة الديمقراطية، واكتفت الخارجية الأمريكية بالعراق ممثلا وحيدا للعرب، كما خلت القائمة من تركيا حليف واشنطن في الناتو، فيما ستكون إفريقيا ممثلة بكل من جنوب إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا والنيجر. ومعنا مباشرة من واشنطن دكتور عاطف عبد الجواد الخبير في الشؤون الأمريكية والأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن عبر الهاتف. دكتور أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن دكتور، ما الهدف من هذه القمة الديمقراطية التي كانت محورا رئيسيا في الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن؟ الهدف الرئيسي هو ثلاثة أهداف. يجب أولا أن نشير إلى أن هناك تراجعا للديمقراطية حتى داخل الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن الهدف هو أولا الدفاع ضد الحكومات السلطوية. نعم. اثنين، التعامل مع ومكافحة الفساد. والهدف الثالث والأخير هو الترويج لممارسات ومبادئ حقوق الإنسان. هذا هو الهدف، والهدف الأجمل هو أن الولايات المتحدة ترى انحصارا للمد الديمقراطي حتى داخل الولايات المتحدة، ولذلك هي تحاول بهذا أن تجدد مع الدول المدعوة الدعوة للديمقراطية، ممارسات الديمقراطية، الالتزام بالديمقراطية ومبادئ الديمقراطية. نعم دكتور عاطف، كيف نفهم إذن استبعاد تركيا حليف واشنطن في الناتو وكذلك الصين وروسيا؟ نعم، هناك عدة دول من المفهوم أن تركيا الآن على قائمة الدول السلطوية، هناك اعتقالات وهناك صحفيون عديدون يقبض عليهم لمجرد التعبير عن آرائهم، هناك أيضا من بين الدول العربية لا توجد سوى العراق مدعوة. من الشرق الأوسط تركيا ومصر. هل العراق مصنفة دولة ديمقراطية في نظر واشنطن؟ نعم، هي مدعوة إلى هذا المؤتمر على الأقل، ولذلك ليس بالضرورة كل دولة مدعوة هي دولة ديمقراطية، وإنما على الأقل هي دولة تسعى جاهدا إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية حتى
وإن كان هذا المسعى ليس كامل الأوصاف كما يقولون، ولذلك الدولة التي تسعى جاهدا دون أن تنجح بنسبة 100% هي مشاركة في هذه في هذا المؤتمر. يعني هل واشنطن أصبحت هي من تصنف الدول ومرجعية في تصنيف الدول وديمقراطية هذه الدول، ومن جانب آخر روسيا تمتعض من ذلك؟ نعم، الولايات المتحدة وضعت مجموعة من العناصر ومن الشروط، وهي تقول أن الديمقراطية الأمريكية ليست كاملة، ليست مكتملة، وهي تقول أيضا أن من أهداف هذا المؤتمر أن تستمع الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى، الحكومات المدعوة، تستمع، تتعلم وتنخرط في نقاش وفي حوار مع بقية دول العالم حول إمكانية تجديد المد الديمقراطي مرة أخرى. إذن الولايات المتحدة لا تقول من وراء هذا المؤتمر أن الديمقراطية الأمريكية مكتملة، وإنما تقول أن الولايات المتحدة ترغب في أن تتعلم وتستمع إلى بقية هذه الدول. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عاطف عبد الجواد الخبير في الشؤون الأمريكية والأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تسجيل 700,000 وفاة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 في أوروبا وكذا آسيا بحلول الربيع المقبل. وفاة بعد أخرى، يبدو أن فيروس كورونا لازال متعطشاً لحصد المزيد من الأرواح. تحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توخي الحذر من تداعيات الموجة الجديدة التي من المتوقع أن تودي بحياة 700,000 شخص بحلول ربيع 2022. أوروبا بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا، تعاني في صمت رهيب بعد أن شهدت ضغطاً كبيراً على وحدة العناية المركزة حيث يرقد الآلاف من المصابين. انتشار غير مسبوق تشهده القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة، يرجح الباحثون أنه بسبب عدم كفاية التلقيح ودخول فصل الشتاء، إضافة إلى تفشي متحور دلتا المعروف بسرعة انتشاره. هذه الموجة عم نشوفها في بعض الدول عم بتكون أشد من دول أخرى. يعني لو أخذنا مثلا بريطانيا، عم نشوف في بريطانيا في ثبات في حالات الإصابة، بينما في انخفاض في حالات الإصابة بالمشافي، بينما في دول أخرى بأوروبا مثلا في عنا بالنمسا أو مثلا بهنغاريا، هنغاريا اللي هي تعتبر من أكثر الدول نسبة المطعمين فيها منخفضة، يعني نسبة التطعيم فيها لا تتجاوز 30%، عم نلاحظ في تزايد في الحالات. آسيا هي الأخرى تصارع فيروس كوفيد 19، حيث سجلت الهند وحدها 7,579 إصابة في 24 ساعة الأخيرة، أرقام مخيفة تتصاعد يوما بعد يوم، تاركة المواطنين والأطقم الطبية في حالة من القلق والتوجس. اتخاذ إجراءات وتدابير الوقاية، وخاصة الآن في فترة الأعياد، عدم بما فيها ارتداء الماسك في الأماكن المغلقة، مسافة التباعد. الشيء أيضا المهم كتير هو الإسراع في رفع نسبة التطعيم، لأنه نحن بنعرف في واجهة المتحور دلتا ما بكفي عنا يكون فقط 65% أو 70% حتى ما هي نسبة كافية، لازم يكون الإسراع في موضوع إعطاء الجرعة الثانية للأشخاص اللي ما أخذوا الجرعة الثانية. أيضا إسراع في إعطاء الجرعة المعززة، وذلك للفئات العمرية كبيرة السن من 50 سنة فما فوق اللي عندهم عوامل خطورة. على وقع تداعيات فيروس كورونا الجديدة، دعت منظمة الصحة العالمية إلى أخذ جرعة ثالثة تعزيزية للحد من تفشي الفيروس، هذا بالإضافة لعودة الكثير من الدول إلى فرض الحجر الشامل، قرار قوبل برفض ترجم في شكل مواجهات واحتجاجات شعبية، رغم أنها إجراءات يراها الخبراء الحل الوحيد لخفض معدلات الإصابة بكورونا. أطلقت وكالة نازا الفضائية اليوم كوكب داتا الاصطناعي لمواجهة الأخطار المحتملة لسقوط كواكب على سطح الأرض واختبار قدرة التكنولوجيا الحديثة على تغيير مساره أو إبعاده.
في آخر تجاربها الفضائية، أطلقت وكالة ناسا اليوم كوكب دارتا الاصطناعي لحماية الأرض من أي خطر محتمل لسقوط أجسام كبيرة أو كواكب على سطح الأرض. الكوكب سيصطدم عمدا بكويكب آخر لمعرفة آثار التصادم ومدى تأثيره على الأرض. إطلاق ناسا الجديد يأتي اختبارا للتكنولوجيا التي يمكن أن تستعمل يوما ما في إبعاد كوكب أو تغيير مساره إذا كان يشكل خطرا على الأرض. وأطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبة دارتا الفضائية في حدود 6:26 صباحا من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، ويسير بسرعة 25 كيلومتر في الساعة، وسيصطدم بكويكب ديمورفوس الذي يبلغ قطره 160 مترا شهر أكتوبر من العام القادم، دون أن يخلف آثارا بحسب خبراء الوكالة الفضائية. وسيحدث التصادم على بعد 11 مليون كيلومتر على الأرض، وهي أقرب نقطة يمكن أن يصل إليها. تبلغ تكلفة كوكب دارت ب 330 مليون دولار، وهو الأول من نوعه، فيما رجح العلماء أنه في حال اصطدام صخرة من الحطام الكوني بالأرض بحجم مئات الأمتار، فسيحدث دمار شامل قد يصل إلى حد القضاء على قارة كاملة. لذلك جاءت فكرة إطلاق كوكب لحماية الأرض وإيجاد حلول ممكنة لتجنب أي أخطار محتملة لكواكب فضائية مهددة بالسقوط فوق سطح المعمورة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الدكتور أحمد الفاضل، الخبير في علوم الفضاء. مرحبا بكم سيدي. إذن وكالة نازا بدأت تجارب لتدمير كويكب في الفضاء، كيف نصنف هذه التجربة الجديدة لناسا؟ أولا شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل المشاهدين. طيب، هو الهدف من المهمة هذه هو الاستعداد للتصدي لخطر الكويكبات مستقبلا اللي يمكن يهدد يعني سلامة المواطنين على الأرض، يعني مواطنين سكان الأرض عموما، فتندرج يعني ضمن الجهود الدولية نحو أنه نكون مستعدين يعني الأحداث يعني يمكن تكون غير مرتقبة. ففي يعني توجد تعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وكالة الفضاء الأوروبية في إطار هذه المهمة. فناسا راح تقوم يعني بإطلاق هذه المركبة الفضائية التي ستحاول من خلالها عبر يعني استهداف أحد القمر، هو حقيقة يوجد يعني الكويكب والقمر متاعه، فناسا ستضرب القمر متاع الكويكب. نعم. يعني هو كويكب مزدوج نسموه، يعني في حجر كبير يدور حوله حجر صغير، فناسا راح تضرب الحجر الصغير في محاولة لتغيير الإكليبريوم، يعني التوازن متاع النظام المزدوج. وهذا الهدف منه هو محاولة تغيير مسار الكويكب المزدوج هذا. فأكيد المهمة هذه ما هيش مضمونة، لأنه ما نعرفوش المكونات متاع يعني الكويكب هذية، فما نعرفوش كيف راح يكون التفاعل مع الاصطدام بين القمر الصناعي والمسبار والكويكب، وما نعرفوش النتائج. حقيقة يمكن تكون نتائج مذهلة أنه نتمكن من تغيير مسار الكويكب، ويمكن كذلك تكون نعم. مهمة فاشلة لو تكون في نوع معين من المواد فما يتغيرش مسار الكويكب، لهنا تولي في مشكلة. نعم. لأنه ما يكونش عندنا حتى نعم. طيب دكتور أحمد الفاضل، ما هي الأهداف الحقيقية لهذه التجربة، وكيف نفهم تزامنها مع التجربة الروسية؟ طيب، حقيقة الإطار متاع المهمتين مختلف تماما، لأنه المهمة مهمة دارت اللي تم إطلاقها اليوم هي مهمة لوكالة ناسا، هي مهمة علمية ويشارك فيها عدد كبير جدا من العلماء حول العالم من الخبراء في مجال الفضاء، وهي هدفها هي علمية، لأنه بعد ما يتم الاصطدام راح يكون في مسبار ثاني من وكالة الفضاء الأوروبية اللي راح يتوجه لنفس الوجهة ذيك للكويكب المزدوج هذية، ويقوم بأخذ يعني يقوم برصد تأثير هذا الاصطدام على الكويكب المزدوج. فالهدف هو علمي بحتة. ولكن هنا لما نحكيه على التجربة الروسية بالنسبة لاستهداف أحد أقمار
صناعية. فحقيقة من المهم زاد أن نتكلم كذلك على الدول الأخرى اللي قامت بنفس التجربة كما على غرار يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند اللي يعني لا تختلف في شيء عن روسيا في هذا المجال. فلو راح نتكلم على الموضوع هذا يلزم نأخذ بعين الاعتبار كل الدول اللي قامت وإلا التي ستقوم بمثل هذه التجارب ولا يعني نخص بالذكر دولة واحدة. فهذه أنا أتفق تماما. شكرا لك دكتور أحمد الفاضل الخبير في علوم الفضاء، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بروكسل، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الاقتصاد بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، ويلتحق بنا زميل وليد مذكور وأخبار الاقتصاد. أهلا زميلي رمزي. إذن في المستهل وسعت دول الكبرى المستوردة للنفط الأربعاء من تجاوبها مع الإعلان الأمريكي بسحب من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، تحرك منسق أدرجه جو بايدن في خطابه الاقتصادي ضمن ما أسماه الأزمة العالمية التي تعصف بأسعار الطاقة منذ بداية تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. ما كان وعيداً وتهديداً بات فعلاً وحقيقة. مستهلكو النفط يدشنون حربهم ضد تحالف أوبيك بلس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء إلى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية. في خطوة نادرة ومنسقة قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب 50 مليون برميل من مخزوناتها النفطية، تتضمن الإفراج عن 32 مليون برميل من كميات إضافية من المخازن الأربعة لأكبر اقتصاد في العالم، مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب 18 مليون برميل أخرى. الإجراءات التي اتخذناها لن تساعد في حل أزمة أسعار النفط بشكل فوري، لكن لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تتراجع الأسعار من تلقاء نفسها. التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض. بريطانيا لم تنتظر طويلاً لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الإفراج طوعاً عن كميات تعادل مليوناً ونصف المليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية، في حين وافقت الهند على ضخ 5 ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ، رغم إعلان نيودلهي في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الأبيض. ارتفاع أسعار النفط يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم. من غير المقبول أن تحدث شركات النفط اختلافاً بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة. على ذاك النحو قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الإعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها، في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. يفقد الإنتاج الليبي من النفط نحو 90,000 برميل يوميا لمدة أسبوع اعتبارا من الأربعاء بفعل أعمال صيانة تابعة لشركة الواحة، ويبلغ الإنتاج الحالي لليبيا من النفط نحو 1,300,000 برميل يوميا بعد أن تعرض لتوقف شبه تام خلال العام الماضي بسبب النزاعات السياسية التي نشبت بين المناطق الشرقية والغربية للبلاد. وتستثنى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج الذي أقره تحالف أوبك بلس في مايو 2020 بسبب التراجع الفعلي للإنتاج خلال العام الماضي. في شأن طاقوي آخر، عودت أسعار الغاز في أوروبا لمنحها التصاعدي الأربعاء وسط مخاوف من شح الإمدادات القادمة من روسيا،
ارتفعت العقود الآجلة أسعار الغاز في مركز هولندا بنسبة 2% لتصل إلى 1082 دولار لكل متر مكعب من الغاز، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبة جديدة على مشروع ستريم 2 الرابط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق بسعة تصل ل 55 مليار متر مكعب. أطلقت سوناتراك الجزائرية خطة شاملة تستهدف توطين صفقات المناولات الصناعية والخدماتية محليا في خطوة لتقليص تحويل العملة الصعبة واللجوء للأجانب، خطة تطمح عبرها المجموعة النفطية العملاقة لتوجيه نحو 30% كحد أدنى من عقودها لشركات جزائرية. بين أجنحة الطبعة السادسة للمناولة الصناعية، فضلت سوناتراك أن تحضر بأكبر جناح في فعالية التظاهرة في خيار يعكس بوادر استراتيجية المجموعة الطاقوية العملاقة في توطين خدمة المناولة محليا بمنح حصة معتبرة من صفقاتها للشركة الجزائرية. سوناتراك من مهامها الأولى أو أهدافها الأولى هو إنعاش الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية، فلهذا شاركت في هذا الجست 21 وحضرت بقوة بحيث بكل الإطارات تاع سوناتراك هنا وحتى تساعد في سياسة ترقية المحتوى المحلي الوطني، وهذه الاستراتيجية الجديدة لسوناتراك لترقية المحتوى المحلي محاولة من سوناتراك حتى ترشيد التكلفة وإعطاء دفعة للشركات الجزائرية الوطنية والشركات الناشئة. وتطمح المجموعة عبر استراتيجيتها الجديدة لوضع 30% كحد أدنى من نشاطها في المناولة تحت تصرف الشركة المحلية، مسار بدأته المجموعة بمنحها زيادة من 2000 صفقة بقيمة تتجاوز 3 ملايير دولار منذ 2020، والهدف تقليص تكاليف اللجوء للخبرة الأجنبية. أن سوناتراك الآن أنشأت برنامج، وهذا البرنامج كوست اوبتيميزيشن سيستم تراكينج، وهذا البرنامج هو برنامج يقوم بتحفيز الشركات المحلية بحيث أن هذا التوجه يمكننا للشركات المناولة المحلية أن تساعد سوناتراك على تخفيض كلفتها من العملة الصعبة، هذا والتحكم في التكنولوجيا. وتشكل عقود المناولة الخدماتية في شتى مجالات النشاط نحو 13 مليار دولار سنويا من نفقات التسيير لأكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا، تكلفة باهظة ترغب مجموعة سوناتراك لتحويلها كعائدات في حصيلة الشركة المحلية عبر بوابة المناولة الصناعية والخدماتية. حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو من صدمات جديدة قد تعترض الأنظمة الصحية والزراعية في البلدان التي لا تزال تواجه تداعيات جائحة كورونا. الهيئة الأممية ذكرت أن 3 ملايير شخص عاجزون عن تأمين الغذاء حاليا عبر العالم، إلى جانب مليار شخص آخر معرض لخطر العوز الغذائي. تقرير في السياق لأسماء ضيف. ما فتئ العالم يتعافى من العجاف الاقتصادي المتواصل لسنتين حتى بدأ يدخل في موجة جديدة من الجائحة الصحية المترافقة مع أزمة تضخم تاريخية في أسعار جل المواد والسلع الغذائية، راسمة لأزمة غذائية متفاقمة تعصف بأزيد من 3 ملايير شخص من الذين يواجهون عجزا في شراء حاجياتهم الغذائية. وعلى ذلك النحو يوجد نحو مليار شخص على مشارف العوز الغذائي وفقا لأحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. الهيئة الأممية التي تتخذ من روما الإيطالية مقرا لها استندت تحذيراتها على تكهنات مفادها تراجع مداخل نحو مليار شخص بحدود الثلث، ما يمثل نحو 40% من سكان المعمورة، كتحصيل حاصل عن عودة شبح الشلل الاقتصادي بفعل سياسات الإغلاق العام وما يترتب عنها من توقف سلاسل التوريد والإمداد. تحذيرات الزراع الأممي في تحقب الوضعية الغذائية والزراعية عبر العالم لم تتوقف هنا،
بل امتدت إلى توقعات بشأن ارتفاع أسعار الأغذية الموجهة لأكثر من 845 مليون شخص على خلفية الزيادة القياسية المرتقبة في أسعار المحاصيل الواسعة الاستهلاك عبر القارات الخمسة. تكهنات مقلقة تجد في التضخم الحاد لأسعار الغذاء مبرراتها بارتفاع أثمان جل المواد الأكثر استهلاكاً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، بتسجيل أسعار القمح لذروتها منذ 13 عاماً، في حين زادت أسعار البن بشكل ملفت لتصل لأعلى مستوى لها منذ 7 سنوات. آخر خبر في الحصاد الاقتصادي يعود لك زميلي رمزي. شكرا جزيلا لك وليد. إذا من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة. يلتحق بنا زميل كريم بالعربي وأخبار الرياضة. أهلا كريم. رمزي وفي مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموعد الرياضي، والبداية بالحدث حيث سيكون مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكائن بالعاصمة المصرية القاهرة على موعد صباح الغد مع الجمعية العامة الاستثنائية 13 للكاف التي ستدرس بقيادة رئيسها باتريس موتسيبي محاور عدة أهمها مراجعة الميزانية المالية للموسم الكروي 2021-2022، بالإضافة إلى إجراء تغييرات على بعض البنود الخاصة بتطوير البنى التحتية لكرة القدم في القارة السمراء، كما سيتم تقرير مصير مسابقة السوبر الإفريقي وكذا مصير كأس أمم إفريقيا 2022 والتي ستكون ضمن جدول أعمال الجمعية الاستثنائية للكاف. إذن مشاهدينا الكرام، مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، أين يتواجد معنا على المباشر وعبر خدمة سكايب محسن لملوم الناقد الرياضي المصري. مساء الخير محسن. مساء الخير يا أستاذ كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل الأخوة المتابعين. شكرا محسن. كما تحدثنا سابقا، مصير كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون ستكون ضمن أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للكاف. بالضبط زي ما حضرتك ذكرت، احنا نقدر نقول عنوان عريض ان كان 2022 في الكاميرون في مهب الريح، لان طبعا كان الامين العام للاتحاد الافريقي الكاف السيد فيرون امبامبا الكونغولي كان وجه عده تساؤلات وفي انتظار الاجابات من الجانب الكاميروني، يعني كان اهمها البنيه التحتيه، تطوير الملاعب، وتحديدا ملعب الافتتاح. لك ان تتخيل يا استاذ كريم ان ملعب الافتتاح الذي ستقام عليه المباراه الافتتاحيه يوم 9 يناير القادم ما فيهوش اي تطوير، لم يصبوا اي تطوير منذ 22 اكتوبر الماضي، يعني اكثر من شهر، وحتى هذه اللحظه في مشاكل مثلا في الاجراءات الاحترازيه للتصدي لوباء كورونا، يعني مثلا هم الكاف حتى هذه اللحظه يتبقى على البطوله شهر و10 ايام وما زال ما حددوش سعه الجماهير والنسبه الجماهير اللي هتحضر المباريات بسبب مش عارفين بالظبط او لا يعلمون بالتحديد حجم ازمه كورونا في الكاميرون، تحديدا منتشره كورونا منتشره بشكل كبير جدا في الكاميرون في دوله في مدينتي دوالا وياوندي. اجابات تساؤلات الكاف لا تجد اي اجابات من الجانب الكاميروني، يمكن عشان كده ان الجانب الاتحاد الافريقي الكاف اعطى مهله للكاميرون لحد يوم 30 نوفمبر، يعني لمده اسبوع واحد فقط يجيب عن هذه التساؤلات، لان الكاف اعطى قرار نهائي انه لازم يكون حسم امر اقامه البطوله في الكاميرون من عدمه بحد اقصى يوم 10 ديسمبر المقبل، وبعدها هيشوف الا يعني هينظر في الامر ماذا سيحدث، هل ستؤجل البطوله ام ستلغى ام ستنتقل الى دوله اخرى. طيب محسن، البعض في الأيام الأخيرة تحدث عن إدراج موضوع المباريات الفاصلة لتصفية كأس العالم 2022 بقطر عن منطقة إفريقيا، هل تنفي أو تؤكد هذا الخبر؟ يعني لو إن كنت تقصد مباراة أو مباراتين، هو الموضوع خلاص حسم، هي مباراتين فقط، ولكن يبقى تحديد مباراتي الذهاب والإياب. الاتحاد الافريقي الكاف بيقول ان هي حسب القرعه حسب التصنيف عفوا، فبالتالي اصحاب التصنيف الاول ومنهم منتخب الجزائر ستكون مباراه الاياب على ارضه، مباراه التاهل، في حين ان الفيفا كان ذكر ان هي بتكون بالقرعه زي ما حصل في مثلا التاهل لمونديال 2014،
يعني كان ساعتها بالقرعه. فهذا الجدل في يعني هذا الامر في بعض الجدل اعتقد سيتم حسمه، ممكن يطرح للنقاش في اجتماع بعد الغد في الكاف، وممكن يؤجل ليوم اجراء القرعه يوم 18 ديسمبر في الدوحه. الناقد الرياضي المصري محسن لملوم، شكرا لك، كنت مباشرة معنا من العاصمة المصرية القاهرة. إذن تضارب التقارير حول مدى جاهزية الكاميرون لاحتضان كان 2022 لم يمنع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الكشف عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المسابقة. الكاف نشرت بيانا عبر موقعها الرسمي أشارت فيه إلى اعتماد ألوان متعددة في تصميم خاص يتوافق مع الزي التقليدي الذي يرتديها الكاميرونيون في مناسباتهم الخاصة، كما أشارت كذلك إلى أن الكرة المسماة طوغو تلبي أعلى المعايير والمميزات التكنولوجية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في أعلى المستويات. من إفريقيا إلى أوروبا وأغلى مسابقاتها، حيث لعبت قبل قليل مباراتان من الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث عاد أجاكس أمستردام بفوز ثمين من تركيا بهدفين لواحد أمام بشكتاش التركي، في حين فاز الإنتر بهدفين مقابل الصفر على ملعبه وأمام جماهيره أقول أمام شاختار دونسك الأوكراني. وتلعب باقي المباريات الجولة بداية من الساعة 8 بتوقيت غرينتش. أما نتائج مباراة الأمس فنتابعها في هذا التقرير. أهداف غزيرة وإثارة معتادة شهدتها مباريات سهرة الثلاثاء لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا. ففي المجموعة الخامسة فشل برشلونة الإسباني في تجاوز عقبة بنفيكا البرتغالي على أرضية الكامب نو، واكتفى بتعادل سلبي مخيب لتتعقد مهمته في بلوغ الدور المقبل في ظل تنقله في آخر جولة إلى معقل بايرن ميونخ المتفوق بدوره على دينامو كييف بثنائية عززت مركزه الريادي. من جانبه سحق حامل اللقب تشيلسي ضيفه جيفنتوس برباعية نظيفة في سهرة كروية رائعة عاشها عشاق البلوز في ملعب ستانفورد بريدج، لينتزع النادي اللندني صدارة المجموعة الثامنة التي تعادل في مباراتها الأخرى مالمو وزينيت سان بيترسبورغ. أما في المجموعة السادسة فقد رسم مانشستر يونايتد تأهله بفوز ثمين خارج الديار على فياريال الإسبانية، وذلك بفضل هدفي رونالدو وسانشو، فيما شهدت المباراة الثانية تعادلا مثيرا بين يونغ بويز السويسري وأتلانتا الإيطالي بواقع 3 أهداف لكل فريق. ملامح المتأهلين بدأت في الظهور في انتظار جولة أخيرة ستكون حاسمة في طريق العبور إلى ثمن نهائي دور الأبطال. إيطاليا العجوز تعيش أزمة كبيرة على مستوى النتائج الفنية، أزمة يوفنتوس زادت سوءا وتعقيدا بعد الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي في دوري المجموعات من رابطة أبطال أوروبا، أمر جعل مستقبل المدير الفني ماسيميليانو أليغري على المحك. الرباعية التي دكها تشيلسي الإنجليزي في شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لأبطال أوروبا أدخلت فريق السيدة العجوز في دوامة سيكون الخروج منها بأقل الأضرار صعب المنال رغم تأهله للدور ثمن النهائي من المنافسة الغالية. فريق السيدة العجوز الذي تطاله منذ أسابيع مضت انتقادات لاذعة في إيطاليا بسبب النتائج المخيبة المحققة في آخر خرجاته بما فيها مبارياته في الكاتشيو التي نال من خلال 13 جولة 21 نقطة فقط بست انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم، نتائج جعلته يقبع في المركز الثامن لترتيب الدوري الإيطالي. التيار المنعكس سوءا على اليوفي زاده الأداء الفني الباهت بدفاع لطالما كان ميزة خاصة في التشكيلة التي تأثرت أيضا برحيل دون رونالدو إلى اليونايتد، كيف لا والمستوى العام للفريق الذي لطالما مارس كرة القدم بأبجدياتها في تقهقر مستمر، تقهقر جعل مستقبل ماسيميليانو أليغري وجهازه الفني على المحك. ولا يبقى إلا انتظار الجولات الباقية من الكالتشيو ومنافسة رابطة الأبطال لمعرفة ما إن كان اليوفي سيستعيد بريقه أم أنه سيواصل تخبط. في أزمة فريق يوفنتوس نصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي، عودة إليك رمزي. شكرا جزيلا لك كريم، وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حصاد اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، السلام عليكم.